الحافظين. هذا الصوت ما فيش صوت. لا صوت هناك فيصحل. في صوت. حرام عليكم الدنيا حر. الله الله هي كده ظهر الحق جاء الباطل. سبحان الله الباطل له جنود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمين على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبع أين وصلنا يا مشايخ؟ نعم؟ يعني الآن أو كان الكلام فيما سبق عن الألفاظ تفسير الألفاظ المحتاج إليها في هذا العلم، ومنها لفظ العالم بفتح اللام، ومنها لفظ الأزل، ومنها ما لا يزال، ومنها القديم، ومنها لفظ الدائم، ومنها لفظ الحادث، ومنها لفظ الجوهر. وكان الكلام في الدرس الماضي عن الجوهر، وقلنا الجوهر مقابله العرض، والتقسيم الى الجواهر والاعراض هذا هو تقسيم المتكلمين. اما الفلاسفه فلهم الهيوله والصوره والجسم، وايضا لهم كلام في الجوهر ايضا، الجوهر المركب والجوهر المجرد، ولكنهم لا يثبتون الجوهر الفرد. فعندهم فرق بين الهيوله والصوره. الجوهر ان كان حالا في جوهر اللي هو ده الصوره، خلاص كده. الجوهر ان كان حالا في جوهر اللي ده ما يسموه الصوره، لانه الصوره عندهم جوهر بس الصوره حاله في جوهر الاخر. والا يعني وان لم يكن الجوهر حالا في جوهر اخر، والا فان كان محلا له فهو الهيوله اذا كان محل، والا فان كان مركبا من الحال والمحل هو ذا الجسم عندهم. وهذا مثال زي مثال السرير، فان صورته التاليف اللي هو الصوره السريريه، وهيولاه الخشب والمسامير اللي هي الماده، والمركب منهما هو الجسم. وبعد كده لهم زيادات اخرى. ان تعلق الجسم الجوهر ده ان تعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف فهو النفس، وان لم يتعلق تعلق التدبير والتصرف فهو العقل. وهذا كله على رايهم في جعل الصوره جوهرا وفي اثبات المجردات وفي كون الجسم مركبا من الهيولى والصوره لا من الجوهر، وفي نفي الجوهر الفرد. يعني كل ده مؤسس على ارائهم او معتقداتهم. فان الصوره عندنا، الصوره عند المتكلمين ليست بجوهر. ليه؟ لان الجوهر هو المتحيز، اذ لا تحيز لها. وعلماء الكلام يشترطون في الجوهر التحيز، ولا ثبوت عند المتكلمين للمجرد.
فيش حاجة إيه تدل على إيه على إثباتها. والجسم عند المتكلمين مركب من الجوهر الفردي، يعني من جوهرين فردين فأكثر، لا من الهيولى وإيه والصورة كما يقول مين، كما يقول الفلاسفة. والجوهر الفرد عندنا ثابت، يعني عند مين؟ عند المتكلمين، وبالخصوص مين؟ الأشاعرة. خلاص. ولذلك هنا يقول قبل ما ندخل في العرض بيقول ايه، ومنها لفظ الجوهر، مش كده؟ ويعنونا وتكلمنا عن ايه تعريف الجوهر، ما كان جرمه يشغل حيزا او يشغل فراغا بحيث يمتنع ان يحل غيره حيث حل، يعني نفس معنى المتحيز هو معنى ايه، هو معنى ايه الجوهر. ثم قال فان كان الجوهر دقيقا بحيث انتهى في الدقة الى انه لا يقبل الانقسام بوجه فهو المسمى بالجوهر الفرد. اذا فما هو الجوهر الفرد؟ هو المتناهي في الصغر او المتناهي في الدقة، حتى قالوا ايه الجزء الذي ايه الذي لا يتجزأ. هل الجوهر الفرد ده ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت طبعا، هو لا يرى، لا يرى، لا يرى الا بانضمامه الى ايه، ومن هنا او من هذه الحيثية جاء انكار الجوهر الايه الفرد عند الفلاسفة ومن وافقهم. لكن الجوهر الفرد عند الأشاعرة ثابت. اذا فما هي ادلتهم في ثبوته؟ من أدلة ثبوت الجوهر الفرد عند الأشاعرة أنه لو كان الجسم ينقسم إلى أجزاء لا تتناهى، وهو عشان إيه نثبت الجوهر الفرد فلا بد أن ينقسم الجسم إلى أجزاء متناهية، مهما كانت متناهية في إيه في الصغر. ما هي الأجزاء المتناهية؟ هي إيه الجوهر الفرد. فكل جزء متناهي في الدقة لا يقبل القسمة لا عرضا ولا طولا ولا عمقا فهو ايه؟ فهو الجوهر الفرد. فما هي ادلتهم العقلية في اثبات الجوهر الفرد؟ قال لو كان الجسم ينقسم الى اجزاء لا تتناهى كما زعمت مين؟ فلاسفة، لتساوت الذرة والفيل، أو لتساوت النملة مع الجبل، إذ كل أجزاء النملة لا تتناهى وأجزاء الجبل لا تتناهى، إذن فهناك تساوي من حيث إيه؟ عدم التناهي في كل من إيه؟ منهما. أقول الدليل الثاني، لو لم يثبت الجوهر الفرد كان الجسم ينقسم إلى أجزاء إيه؟ غير متناهية، وفي هذه الحالة تتساوى الذرة والفيل، إذ العظم والصغر، العظم بالنسبة للفيل والصغر بالنسبة للنملة، إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها. يعني كيف عظم أو فاق الفيل النملة؟ ليه؟ بكثرة الأجزاء. والنملة كيف صغرت عنه؟ بقلة الأجزاء. فلو كانت الأجزاء غير متناهية لكانت متساوية، لأن هذا غير متناهي وهذا غير إيه، وذلك اللي هو العظم والصغر أو القلة والكثرة إنما تحقق في المتناهي، وحيث زعموا أنها لا تتناهى فأجزاء الفيل حينئذ لا تكون أكثر من أجزاء الذرة أو من أجزاء النملة مثلا، حيث يكون أكبر منها أو حتى يكون أكبر منها، لأن أحدهما لا يفنى بالعبد قبل الآخر. يعني لو قلنا الأجزاء قليلة يبقى معناها حتفنى بالعبد قبل الأجزاء الكثيرة، إنما لو كانت أجزاؤهما أجزاء النملة وأجزاء الفيل
ليست متناهية، فلا يفنى أحدهما قبل الآخر لعدم التناهي في كل منهما. خلاص. وبعدين في دليل ثاني ساقه الأشاعرة برضو دليل عقلي. ماذا قال؟ قالوا لو وضعت كرة، دليل هندسي، لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي، لو جبنا كرة تامة أو كاملة التكور، مش يكون فيها تعريج أو التكور، يعني الزاوية بتاعتها 360 زي المثلث، تامة زي الدائرة، تامة التكور، القطر 360 درجة، هذه الكرة اللي هي تامة التكور وضعت على سطح حقيقي، يعني ما فيش منخفضات ولا كذا، لا تحدث مماسة بين الكرة والسطح الحقيقي إلا بجزء غير منقسم، اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ، إذ لو ماسته بجزئين فأكثر، يبقى في هذه الحالة حيكون لها خط، مش تكور، يبقى في خط، مش حيبقى كرة، يبقى حيكون لها خط بالفعل، فلم تكن كرة حقيقية. هذان دليلان لإثبات الجوهر الفرد. ما هما؟ الدليل الأول لو كان لا يصل، لا نصل إلى الجزء اللي حلف الأجزاء غير متناهية، بمعنى كده حيتساوى العظيم أو الضخم مع مع القليل، يبقى النملة والفيل واحد من حيث عدم التناهي في كل منهما. وبعدين الجزء الذي لا يتجزأ هي نقطة التماس بين السطح والكرة، لو ماس بأكثر من جزئين لكان هناك خط، ولم تكن الكرة تامة التكور، أو السطح ليس سطحا حقيقيا، أو ليس سطحا مستويا. واسأل أهل الهندسة في ذلك يفيدونك. واحد مرة رسمها لي، إذا رسم كده رسم الكرة، بس طبعا بالآلة بالبرجر أو بالأداة، ورسم لي السطح، قال هنا النقطة دي التماس، لو حصل في نقطتين يبقى ده مش كرة، هيبقى ده فيه ليست أو ليست الكرة كاملة في التكون، يبقى زي البيضة. ايوه، لا يعني معناها انه الدائره التامه او الدائره الكامله لازم تكون 360، الكره تامه التكون، وسطح مستوي يعني سطح حقيقي، مش مطبات زي اللي ماشي فيها في شارع الاهرام او في شارع المسكي. يلا يا شيخ، مين القارئ؟ الشيخ محمد، معك كتاب؟ هل معك كتاب ولا تحب تريح النهارده؟ أنا في صفحة 99 ولا متكح؟ ما متكح، مش مشكلة، يقول زي كلمة بس هو مش بيعرف الوقوفات، وزي ما يقول ما عندوش وقت لازم، ولا على طول بيقرا كده وخلاص. واحد يكون فاهم في الوقت هو كويس، علمه وحلو، بس انا مغير الجزء من الكره اللي بيمثل الصفحه المستويه ممكن يكون جزء يتجزا؟ لا، ما ينفعش، لو كان يتجزا ما هو النقطه بالفرد، ما ينفعش لو نقطتين مش هينفع. عاوزين سهل، بدل ما نغير الجامع ونغير القبلة نغير المصلين. زمان جماعة بنوا جامع بنوا جامع، وبعد كده طلعت القبلة خطأ، بس هم عملوا بنوا فوق الجامع دونين حضانة، قالوا مش عارف دار مسنين ولا وحاجات زي كده، فمحتارين يعملوا ايه؟
مجال واحد من الأوقاف كان في مكان معين في الهندسة هناك الإدارة الهندسية يجيبوا اسمع يا بني آدم وأنا بكلم الحجارة أنا والله أنا بحكي لكم يا ابني يكون في الأدب ودمت بتكلم اسمع وأنت بتعمل كده ومال الباقيين يعملين. فكان اختلفوا عليه بنوا الجامع غلط يعني فكروا قبلة كده وبنوه من غير ايه وبعدين تبين لهم ان القبلة خطأ ايه الحل يعملوا خلاص بنوا دارين وملايين مصروفة كلام ده صحيح مش نكتة. وراحوا جابوا بتاعة طويلة زي الكاميرا دي توقف في الشارع لما تكون الشمس عمودية الساعة 1 الظهر على اساس ياخدوا خط كده مستقيم لهم طريق انا ما فهمهاش في تحديد ليه جهة القبلة. وبعدين طلع فعلا انه القبلة مش كده قبلة كده زاوية او كده مثلا في زاوية كده وليس في هي كده وضع القبلة كده. فيقولوا للايه للمهندس او الرجل يقولوا اعمل معروف احنا صرفنا على المسجد واحنا معاكم ممكن يعني كانوا بيعرضوا عليه رشوه او حيكرموه او يدوا له عليه على اساس يقول لهم ليه يعني الموضوع صح وما ينفعش ده اتجاهات وجهات ما اقدرش انا اقولها على الشرق غرب ولا على البحر قبلي ده حاجه كده ده يعمل ايه؟ حاول مع رجل انا مش في ايدي لا حاجات هندسيه يعني حاجات رياضيه ما استطيعش التدخل فيها مع كثرة المحاولات الرأي قال لي أخي تعال شوف الناس دول الناس المخهم ضار أعمل إيه معهم ده بيطلب مني طلب مستحيل عقلي ماذا أصنع. فأنا قلت لهم أنا عندي حل أنتوا بدل ما تهدوا المسجد ثاني وتعدلوا الصفوف والقبلة ابعتوا إيه طلب في السفارة كده عند السعودية إنهم يعدلوا الكعبة عشان بدل يعدوا الكعبة عشان تبقى القبلة بتاعتهم ما فيش حل غير كده يا تهدوا الجامع يا تتعدل الايه وخاف الناس يلا يا مولانا صلي ومنها العرب ما معاك واحد شيء بلاش عملنا مشكلة مولانا جهل ومنها العرف ضلع الصدرين وبعدين روح على الحاشية اقرا لك انا المد وانت اقرا الحاشية. ومنها لفظ العرف ده اللي هنبدا به ويعنون به ما كانت ذاته لا تشغل فراغا خلاص كده ولا له قيام بنفسه يعني ليس له قيام بنفسه فالأعراض أو العرض قائم بالإيه؟ بالجوهر يعني لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره اللي هو إيه؟ الجوهر. وإنما يكون وجوده وجود إيه؟ تابعا لوجود الجوهر كإيه؟ كالعلم الذي يقوم بالجوهر يعني مثلا العلم اللي فيك انت ده مش قائم بنفسه قائم بك لانه لو حبينا ناخذ العلم وحده ونستولى على علمك لازم ناخذك انت معاه لان العلم لا يقوم بنفسه. فعشان استولى على علمك لازم استولى عليك انت لان العلم تابع لك لان لا استطيع ان اخذ العرض بدون الجوهر وضحت كده. فلم كنت عاوز علم اخطف عالم في الحالة الحدث ما تاخذ العلم اللي معاه كله بعد كده ايه اتصرف فيه اطلق صراحة. وانما يكون وجوده وجود الايه العرض خليكم معاي اهم حاجة تفهم عاوز الضمير. وانما يكون وجوده تابعا لوجود الايه الجوهر كالعلم الذي يقوم بالجوهر يعني كالعلم الذي يقوم بالانسان وكالحركة والسكون يعني التي تقوم بالجوهر يعني التي تقوم بالمتحرك فإنها أي إيه الحركة والسكون أو العلم يعني هذه الأعراض
لا تشغل فراغا، بل الفراغ الذي يشغله الجوهر قبل اتصافه بها هو الفراغ الذي يشغله مع اتصافه بها من غير زيادة. شفت كده؟ أقولهم ثاني، بل الفراغ الذي يشغله الجوهر، يعني الجوهر يشغل ايه؟ فراغه قبل اتصافه بها، يعني ايه؟ بالأعراض، هو نفسه الفراغ الذي يشغله الجوهر مع اتصافه بها من غير زيادة. لكن السؤال هو هل يمكن أن تخلو الجواهر على الأعراض؟ فكيف قال قبل اتصافه بها؟ هل الجوهر يقول قبل اتصافه يعني معناها في مرحلة ليس فيها أعراض؟ نعم، لا ولا تقدم ركبي ولا يحزنون، ده هو هنا القبلية ليس المراد بها انه في مرحلة كان الجوهر فيها خاليا عن العرض، وانما هذا عند اعتباره مجردا عنها، لان الجوهر لا يكون في حال ما غير ما يعني خالي عن الاعراض، يعني معناه كانه بيقول لك قبل اتصافه يعني على اعتبار انه مجرد عنها وليست هناك قبلية حقيقية، لأنه أصلا منذ خلق الله الجوهر وهو إيه؟ أعراضه ملازمة له لا تنفك عنه، والأعراض لا تخلق بدون إيه؟ الجوهر. حتى بعضهم قال هذا من المحال الذي لا تتعلق به القدرة، فالذي تتعلق به القدرة هو أن توجدهما معا أو لا توجدهما معا، يعني أن القدرة تتعلق بخلق الجواهر والأعراض معا أو بعدم خلقهما، لكن لا تتعلق بخلق أحدهما منفردا عن الآخر، لأن هذا مستحيل. فالأعراض يستحيل أن تقوم بنفسها، فلو خلقت من غير جواهر يعني معناها قائمة به بنفسها. وضح المعنى ولا ما وضحش؟ يلا معلش، ده قضية ثانية، موضوع عذاب القبر. خلينا كده يعني نحسن يا ربنا، يحسن لنا الختام وبعد كده حل يا ربنا في القبر. يلا وانت ما تمثلش يا ابن عذاب نعيم القبر يا ماشي ماشي. قال المحسن تعالى: اللهم إني وأعوذ بك بالدارين آمين. قوله ما كانت ذاته إلى آخره الأولى أن يقول ما لا يشغل فراغا. أنت فين في الحاشية؟ قوله ما كانت ذاته الأولى، الأولى أن إيه؟ الأولى أن يقول ما لا يا تيجي تصلح يا بلاش ما تسيبوه عشان نخلص نقعد سنتين من زمان يدرسونا المشايخ، نقعد نص ساعة نصلح الميكروفون، بعد ما يصلح الميكروفون نروح نعمل ايه؟ صوت الأستاذ يتعب فما يقدرش يكمل، نصلح الميكروفون بس ما فيش صوت. يلا يلا الأولى أن يقول أن يشغل فراغا لأن الفراغ ليس ذاتا بل معنى، يعني هو بيقول هنا إيه؟ ومنها لفظ العرض ويعنون به ما كانت ذاته، هو العرض ليه ذات، ما هو لو كان ليه ذات كان بيجي جوهر، فقال لك الأولى أن يقول ما لا يشغل فراغا لأن العرض ليس ذاتا بل معنى، إلا إذا قصد ذات المعنى يعني حقيقته، يعني ذاته يعني حقيقته خلاص، وليس ذاته يعني جرمه، فلو فسرت ذاته بجرمه ما ينفعش، فالأولى يقول واضح. وزي قال الشيخ الأولى ما قالش إنه خطأ، قال بس الأحسن عشان ما يحصلش اللبس اللي حاصل عندك، وانت أصلا اللبس لدماغك من غير حاجة لو ما قالش أصلا برضه. قوله ما له الكيان بنفسه أخرج ذات العينية
يعني هو بيقول لك هنا العرض ما كانت ذاته خلاص ولا له قيام بنفسه اخرج ايه الذات العليه. لما هي اخي الكلام ده الاعراض والجواب ده في الحادث اصلا الذات العليه بعيد عن الموضوع خالص. هو المفروض مش يقول اخرج الذات العليه، اخرج الجوهر، لان الجوهر هو الذي له قيام بنفسه. لانه لو قلنا كل ما له قيام بنفسه فهو جوهر يبقى دخلت الذات العليه لانها قائمه بنفسه، فنبعد الذات العلية عن القصة. كأنه هو لما عرف أنه ما لا يشغل فراغا يعني متوحد من ذلك أن هذا يسقط على الذات العلية. نعم. ما لا يشغل فراغا. نعم. فعطف عليه أنه يخرج الذات العلية. جميل. والكلام اللي عرفنا بيقول في الحوادث. هو في الحادث هو الذات العلية أصلا خرجت لأنها لا جوهر ولا عرف، أن هذا تقسيم في الإيه؟ في الحادث. قوله وإنما يكون وجود متابعا لوجود الجوهر من تتمة التعريف مخرج بصفات الباري. قوله وإنما يكون اللي عندك وإنما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر خلاص كده من تتمة التعريف مخرج لصفات الباري. فلا تسمى عرضا باختصاصه بالصفات الوجوديه الحاكمه. بس هو قالها يعني لماذا لا تسمى الذات الالهيه عرضا؟ لان كلمه عرض وجوهر مختص بالصفات الوجوديه، الجوهر بالمتحيز والعرض ده مختص بالصفات الوجوديه الحادثه. وصفات الله تعالى هي صفات المعاني وجودية ولكنها ليست حادثة، يبقى ما فيش داعي يقول لإخراج الإيه؟ الذات العليا. ما فيش قول اتصافي بها أي عند اعتباري مجردا عنها. قبل اتصافي لانه ما فيش حاجه اسمه قبل اتصافي، ولا بد يكون موصوف بها على طول، يعني عند اعتباره مجردا عنها، هذا هو المراد بكلمه قبل حتى لا تتوهم ان الجوهر كان ايه مجردا عن ايه عن العوارض ثم لحقت به. وقوله وقوله مع اتصافه بها اي عند اعتباره اتصافه بها. قوله ومنها الاكوان. اقرا لك انا هنا ومنها الاكوان، يعني خلاص كده خلصنا من كلمه الايه؟ ها؟ العرب. ولا لسه في حاجه عندكم؟ تمام. طيب وخد بالك العرب، ما هو العرب يا شيخ؟ هو ايه؟ لا قيام له بنفسه، او هو وجوده تبع للجوهر. طب زي ايه؟ زي البياض والسواد والعلم والجهل والغباء القائم بذاتك العليم. ما يعني برضه ده ايه عرض ولا يقوم بذاته، لازم يشوف له ايه؟ حاجه تقوم به. ولذلك ايوه يا شيخ الجوهر يقوم بنفسه زي ما عامل يتبع العرض. ليه؟ هو متحيز يعني قائم بنفسه، وجود العرب تابع لوجود الجوهر، فالذي قائم بنفسه هو الجوهر وليس العرب، لأن العرب قائم بالجوهر والجوهر ينتقل. لسه حياتي هذا في أحكام العرب. ولذلك هنا الأعراض الأعراض اللي احنا عارفينها بتاعة الفلاسفة، الأعراض التسعة مع الجوهر، وكان كده سموها المقولات العشر، الأعراض التسعة مع الإيه؟ مع الجوهر، تشكل الأجناس العالية للممكنات. الأعراض التسعة مع الجوهر تشكل إيه؟ الأجناس العالية. عارف في جنس قرين، في جنس سافل، وفي جنس متوسط، وفي جنس إيه؟ يبقى الكون هو أحد الأعراض التسعة. خلاص
التي مع الجوهر الأجناس العالية. والفلاسفة يعبرون عن الكون بالأين لوقوعه في جواب أين، ويقولون الأجناس العالية عشرة: الجوهر والكم والكيف والأين والمتى والوضع والملك والفعل والانفعال والنسبة أو الإضافة. فهذه هي الايه الاعراض التسعة مع ايه مع الجوهر. يلا شوف اللي انتم عارفينه ايه: زيد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكي يده غصن دواه فاحتوى. هذه عشر اللي هو الجوهر مع الاعراض التسعة. قال منها اكوان ما يكون فيها اعراض مخصوصة، وهي الحركة والسكون والاجتماع والاضطراب، ومنها لفظ واحد. قال الفشي قوله: ومنها اكوان. الكون في الاصطلاح هو حصول الجهد في الحيز المخصوص، فإذا حصل في الحيز المخصوص فإما أن يكون حصوله فيه من غير سبقية حصول آخر في ذلك الحيز المخصوص فهو الحرق. خذ بالك منها يعني ومن ايه ومنها ها؟ ومنها ايه ومنها الالفاظ اللي يجب معرفتها. ماشي كده ماشي. ومنها الاكوان، كلمة اكوان يعني هي جمع كون، بس يعنون بها ايه يعني مصطلحات. انك لو سمعت كلمة الكون هيتهيألك ان الكون يعني العالم، او لا، الكون في مصطلحهم يعني الاكوان الاربعة التي يعنون بها اعراضا مخصوصة. فاول ما تسمع كلمة الاكوان الاربعة اللي هم ايه الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، اهم دول الاكوان الاربعة. هذه الاكوان الاربعة من ضمن الايه من ضمن ايه الالفاظ التي ينبغي معرفتها او القائم عليها ايه علم الكلام مصطلحات. والاكوان الاربعة اعراض، كلها اعراض، لان الحركة عرض والسكون عرض والاجتماع والافتراق. خلينا ايه في الاكوان الاربعة قبل كلمة ايه لفظ ايه الواجب. ايه الاكوان؟ الكون في الاصطلاح، في الاصطلاح هو حصول الجرم في الحيز المخصوص. يعني هذا الجرم حصل في حيز يعني في مكان مخصوص اللي هو الفراغ بتاعه الذي يشغله، وتكون هناك ممانعة أن يحل غيره حيث حل، يعني في نفس الفراغ اللي اسمه ايه الحيز. فوجود حصول الجرم في الحيز المخصوص يسمى ايه كون. فاذا حصل في الحيز المخصوص اللي هو الكون ده او اللي هو الجرم اذا حصل في الحيز المخصوص فحصوله في الحيز المخصوص يسمى ايه كون. فاذا حصل في الحيز المخصوص فاما ان يكون حصوله فيه من غير سبقية حصول اخر. يعني مثلا هذا الجسم او هذا الجرم حصل في هذا الحيز، اذا كان سبقه حصول اخر لدى السكون. اما اذا لم يسبقه حصول اخر فهو الحركة. ولذلك ما هو تعريف الحركة؟ الحصول الاول في المكان الثاني. طب وما هو السكون؟ الحصول الثاني في المكان الاول. اقول ثاني، ايه الفرق بين الحركة والسكون يا شيخ؟ الحركة حصول اول ما سبقوش حصول في المكان الثاني، اما السكون هو الحصول الثاني في المكان الاول. خلاص كده؟ في تعريف ثاني عارفه؟ نسيته؟ افكرك.
أقوله لك أنت عارف أنت تدفع كام؟ ما تدفع مش معك حاجة. وبدأ يهدي وتطلع على المستشفى تطلع على العباسية. الحركة كونان كونان كمل في آنين في مكانين صح كده؟ ده تعريف الحركة، ده تعريف الثاني. فأنت الكلام بنقوله ده مفهوم ولا نجيب مترجم؟ الحركة كونان في آنين في مكانين. والسكون كونان في آنين في مكان واحد. ده بالأول التعريف الأول أسهل ولا ده أسهل؟ وانت عاوز تقرا قراءات من غير ما تعرف الأوجه بتاع الحركة. السكون هو الحصول الثاني في المكان الأول، والحركة الحصول الأول في المكان الثاني. الحركة كونان في آنين في مكانين. طب والسكون كونان، كون يعني حصول مش كون يعني خلق. كونان في آنين في مكان واحد. تبقى إذا بقوا في اثنين يبقوا إيه؟ تبقى حركة. لأن الحركة لازم يكون في حيز. كيف تكون حركة في مكان واحد؟ أقول لك أنا والله تحركت، هل يعقل لما أقول لك تحركت أنا في نفس المكان الذي تحركت منه؟ يبقى تحركت يعني انتقلت من مكان إلى مكان. ولذلك قالوا الحركة الواحدة فيها ستة أشياء. الحركة الواحدة هي الستة. قال لك أولا إيه؟ ما منه الحركة هو الذي أسرى بعبده إلى ما منه الحركة واحد. ما إليه الحركة كان اثنين. ما به الحركة كان ثلاثة. بعد كده ما فيه الحركة، عارف ما فيه الحركة اثنين، لأن الحركة الواحدة عاوزة تحصل في زمان وتحصل في مكان، هم اثنين. يبقى كام دول؟ أربعة. كيف أربعة؟ خمسة. يا أنت بتعرف ما ما منه وإليه اثنين وبه به ثلاثة وفيه فيه وفيه فيه اثنين. يبقى كام؟ خمسة. محدش رد، كأنه بس اللي بيفهم. ما فيه الحركة عشان تحصل حركة لازم يكون في حصلت في زمان، حصلت من في الدقيقة كذا إلى الدقيقة كذا، ده الحركة. ولازم الزمن ده يصاحبه مكان. يعني مثلا تحركت من هنا إلى مثلا المقدم في نصف ساعة، وأيضا محتاج إلى مكان أمشي فيه. كيف أتحرك من لا بدكم في مكان وفي زمان؟ يبقى فيه أو زي حاجتين. يبقى ما منه الحركة، ما إليه الحركة، ما به الحركة، ما فيه الحركة خمسة. آخر حاجة ما له الحركة. يبقى كام كده؟ ستة. ده بحركة واحدة. زي يقول لك الحركة بركة. جات منين البركة دي؟ عشان الستة. يلا الزمان نسيناه الكلام. اقرا يا سيدي الشيخ. ما هو انا بشرح يا مولانا، بقول لك يعني السكون. بص كده خد بالك، شوف كده الزجاجه دي حصل كم مره في المكان ده. هو كلمه الحصول الثاني يعني فيما بعد، يعني هي مثلا الثانيه الاولى لم تنقل، الثانيه الثالثه، فحصل 100 حصول بس في مكان واحد. يبقى ده السكون. انما بص كده جبناه هنا، هنا خلاص في حيز وانتقل حصل مكانين. يبقى ده ايه؟ يبقى في مكان ثاني. ده الحصول الاول في المكان الثاني. اما الحصول الثاني والثالث والرابع والالف في المكان الاول ده سكون. انت قاعد لك ساعتين هنا ما تحركتش، قلت كده سكون. لما قمت كده رحت ايه؟ عند الضريح او عند مثلا مكان اخر، يبقى ده اسمه ايه؟ حركه. فهمنا كده؟ الحركة والسكون. ما خليش حد يضحك عليك. الجماعة اللي انت فاهمهم دول فاكرين نفسهم علماء، ما يعرفوش حاجة خالص. كل حاجة عندك يقول لك ايه؟
قال الله وقال الرسول. لما هو ده الأمور العامة اللي هي متوقف عليها إيه النظر ومتوقف عليها البحث العقلي، وإحنا اللي قلنا ده غلط ولا مشي ماشي مع العقل، دخل في عقلك ما تبحثش دي عنه. القول ومنها الأكوان، الكون في الاصطلاح آخر صغير. الكون في الاصطلاح هو حصول الجن في الحيز المخصوص، فإذا حصل في الحيز المخصوص فإما أن يكون حصوله فيه من غير سببيات حصول آخر يعني من الحيز المخصوص، لم يسبق بحصول آخر، يعني الحصول الأول جواز الحركة، فالحركة هي الحصول الأول فين؟ الحيز الثاني، لازم يكون اثنين في الحركة، أما السكون الحصول الثاني في الحيز الأول. فهو الحركة هو عصوب السكون، وإن كان حصوله في ذلك الحيز. نعم. فهو الحركة هو عكسه إيه؟ السكون. والله بلاش من الصوت عشان هما مش كده أحسن لك يعني أفضل، هما سامعينك وأنا أترجم معاك، بلاش منه هيك. هو الحركة وعكسه يعني عكس الحركة إيه؟ السكون. ولذلك السؤال هنا، هل يخلو بناء على التعريف اللي احنا قلناه ده، إذا كان حد فاهم، هل يخلو الجرم عنهما؟ وطبعا بيمثل بيقول لك إيه؟ الجرم لا يخلو عن الحركة، إما ساكن وإما إيه؟ كون الجسم يجتمع فيه الحركة والسكون ده مستحيل، مش كده؟ كونه يخلو عنهما ده مستحيل، أمال ما هو الجائز؟ خصوص أحدهما لا بعينه، يعني يا إما متحرك يا إما إيه؟ ده بيجي واحد يقول لي إيه؟ عارف المعتزلة؟ عارف الآية بتاع سيدنا موسى عارفينها؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مش كده؟ قال إيه؟ قال ربي قال لن تراني ولكن إيه؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طبعا أهل السنة الأشاعرة يقول لك والله إذا ربنا يستدلون على أن الرؤيا جائزة وممكنة لأن الله تعالى علقها على ممكن، مش كده؟ ما هو الممكن؟ استقرار الجبل بعد إيه؟ بعد اضطرابه، ده ممكن ولا مش ممكن؟ فإذا الرؤية ممكنة لأنها علقت على ممكن. عارف الأبالسة المعتزلة قالوا لا ده علقها على مستحيل، وما علق على المستحيل فهو مستحيل. ما هو المستحيل؟ قالوا اجتماع الحركة والسكون، يعني الجبل مضطرب فكيف يستقر حال اضطرابه وحال تحركه؟ هذا مستحيل، اجتماع الحركة والسكون. يعني نفس الدليل بتاعك هو بيستدل به، مش حد كبير في العلم. انت بتقول ممكن وانا بقول مستحيل، بس انا ايه؟ ما هي جهة الامكان؟ ان يبدل الله تعالى مكان السكون به مكان الحركة السكون استقرار. انما المستحيل ان يجتمع فيكون ايه؟ الجبل متحركا ساكنا في آن واحد. نقول جدا ما هو المفهوم؟ يقول انظر الى الجبل فان استقر وكان، يعني ان استقر مش حالة تحركه انما بعد، هو ده المفهوم. لكن التعنت والتعصب يخليهم ايه؟ يجيبوا حاجات ما تكتبش على الارض. ممكن يقول لك دليل زي كده، يقول لك هذا مستحيل، بس ما هو المستحيل؟ اذا هناك وجه في الاستحاله اجتماع الحركه مع السكون، مستحيل اجتماعنا، اجتماع في الدين. انما الذي ليس مستحيلا هو ان يبدل الله تعالى الحركه التي خليها ايه؟ يبقى دليل اهل السنه صح ولا غلط؟ بس اذا هو تمسك بالدليل تقول له ايه؟ هتقول له والله ما فيش في الايه انه ايه؟ هيستقر مع تحركه، مش هتقول له كده؟ هيقول لك برضه ما فيش في الايه انه هيستقر بعد تحركه.
انت بتقول مفيش واحد مفيش، ما هو انت مفيش هو مفيش، بس الاصل ان هو مستقر. نعم الاصل ان هو مستقر. لا لا كان استقر اذا كان بيقول انظر الى الجبل وهو مضطرب، فان استقر كيف يقول استقر وهو مستقر؟ ده تحصيل حاصل، فالاستقرار ها استقرار بعد اضطراب يعني يعود لحالته الاصليه. الاستقرار بعد اضطرابه ليه؟ أدد الجار تقول له أصل إيه؟ لا تكون الحركة مستمرة ولا دائمة. وإنه لماذا سميت حركة؟ لأنها يبدل مكان السكون، والسكون لماذا سمي؟ لأنه يأتي عقب الحركة، فما من حركة إلا ويعقبها، وما من سكون إلا ويعقبه. أدد دليل لترد الرجل. يلا. وإن كان حصوله في ذلك الحيز مع حصول جرم آخر، فإن كان بحيث لا يمكن أن يتخللهما ثالث فهو الاجتماع، وإن كان بحيث يمكن أن يتخللهما ثالث فهو الافتراق. جميل. أهو قال لك الأكوان الأربعة، واحد منهم إيه يا شيخ اسمهم؟ واحد منهم الأكوان الأربعة اسمه إيه؟ حركة. والثاني السكون، والثالث الرابع افتراق، مش كده؟ طيب ما وجه حصر الأكوان الأربعة؟ ما وجه حصر هذه الأكوان في أربعة؟ يعني هل تستطيع أن تجعل الأكوان خمسة أو ستة؟ لا يمكن، إن هو ده الحصر العقلي. فالحصر قلنا كم نوع الحصر؟ عقلي؟ لا ثلاثة، من جد الرابع حصر عقلي، عقلي وحصر استقرائي. الاستقرائي تام وناقص. لو قلنا كده الاستقراء في اثنين، تام وناقص الجرب زي ما بالشارع. بالحصر عقلي او استقرائي او جعلي، ولكن الاستقرائي فيه اثنان كده كلامه صح. لكن هم كام؟ ثلاثة. بس لو عايزين نخليها اربع عشان خاطرك بس ماشي. لما هم كام؟ ثلاثة. زي حكاية الأحكام النون الساكنة كام يا شيخ؟ ثلاثة. هو الإدغام واحد بس يقسموه اثنين، بغنى هو واحد مش إدغام. لكن كونه بغنى هو ده موضوع ثاني. أنت عاوز سادة وعاوز فول سادة وعاوز فول بالزيت، هو الفول هو ولا مش هو؟ بس يعني شوف كده تقسيمة الأربعة. إن كان من غير سبقية حصول ده الحركة، وعكسه هو ايه؟ السكون. وإن كان حصوله مع جرم آخر بحيث لا يمكن أن يتخللهما ثالث فهو الاجتماع، وإن تخللهما ثالث فهو الافتراق. يبقى في معنى الاجتماع ومعنى الافتراق ومعنى الحركة والسكون. معنى الحركة والسكون صعب شوية، إنما هي معنى الاجتماع والافتراق. يعني جرم مع جرم بحيث لا يخترقهما ثالث. زي انت واقف لاسك في اخوك في الصف كده، ما حدش يقدر يدخل يقف وسطيكم، يبقى ده انتوا في حاله ايه؟ اجتماع. انما انت مفرجح رجلك ويدخل بينك وبين زميلك في الصف، يدخل واحد ويطلع واحد ثاني، يبقى ده اسمه ايه؟ افتراق. طالما أمكن أن يتخلل بينكما ثالث. ولذلك دائما أقول لكم لما تقعدوا في الدرس ما تبقوش في حالة افتراق، خليكم في حالة اجتماع، كفاكم في حالة سكون. يعني خلي في ايه؟ اجتماع، بلاش الافتراق. الثالث اللي تخلل ده ما يعتبر اجتماع مع واحد من الاثنين. وين؟ الثالث اللي تخلل من الاثنين. خلاص ما اصبح بدل مكان يا شيخ احمد يا محمد يا شيخ محمد، بدل مكان افتراق قبل التخلل بيجي ايه؟ اجتماع. هو بيقول لي قال ما هو ممكن الايه؟ لما يتخللهم ثالث هيبقوا ايه؟ اجتمع مع الاولاني ومع الايه؟ الثاني. يبقى قبل ان يتخللهما الثالث كانت الحاله ايه؟ طيب بعد ان تخللهما بيجي زي موضوع الحركه والسكون. لو تعبانين او مثلا فلست او ما فيش يعني
القوة على التحصيل. أنا هخلص كده يعني على الأقل مش هن... لا يمتد الدرس بعد الليل المغرب يعني خلاص، لكن لو خلصتوا من الآن خلاص لا تقول يا شيخ. إذا فهمت الأكوان الأربعة وعرفت ليه أربعة، فلا يستطيع جن ولا إنس مش عاوزين نقول ولا ملك عشان مؤدبين من باب الأدب، لا يستطيع إنس ولا جن أن يجعلها خمسة، لكن ما تروحش عند الملائكة خليك مؤدب خلاص كده. يلا قال الشارح: ومنها يا رب الواجب ويعنون هندخل في حاجة جديدة. ومنها يعني ايه؟ الى الضمير هيعود على ايه؟ المصطلحات. ومنها لفظ الواجب ويعنون به يعني بالايه؟ بلفظ الواجب، يعنون يعني مع كأنه قال لك معنى الواجب. ما لا يتصور في العقل عدمه، إما بالضرورة كالتحيز للجوهر، وإما بالنظر كوجوده تعالى وإيه وثبوت صفات ذاته. بس كده يعني يكفينا عند إيه الصدر ده. لو لقينا فرصة ندخل على الإيه المستحيل، ما لقيناش يكفينا لفظ الإيه الواجب. يلا أنا قرأت لك الإيه المثل، قرأت لك المثل، ادخل على الشيخ. قوله إيه؟ قوله: ما لا يتصور في العقل عدمه، ما واقعة على شيء. افهم 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 ما واقعة على شيء. الآن خذ بالك ده أساسيات والله علم الكلام، لو ضبطوها خلاص حدثت. ومنها يعني ومن المصطلحات لفظ الواجب. يا ريت انا اقول كل واحد فيكم يحصرها المره الجايه، تحصر كل الالفاظ محصوره عشان نحفظها، نعملها فهرس كده تحطها في جيبك كده. بس ما بس لما تشغلناش يمكن كاتبها غلط بعد ما خلص. واكيد كاتبها خطا. لا لا ماشي. ومنها لفظ الواجب. ايه هو الواجب؟ ما لا يتصور، وتقرأ بوجهين، تقول كده ما لا يتصور، وتقرأها ما لا يتصور، يعني تقرأها بالبناء. فالواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، مش كده؟ اما بالضروره كالتحيز، واما بالنظر لتفصيل، انما الاصل التعريف كده. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، او الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. قوله ما لا يتصور، اقرا وعن فتح مولانا لسه هنحاشر، بس اقرا الشرح الحاشي. انا احب ان تقرا الحاشيه حتى لا اخذ منك الايه الحاشيه مع الشرح. انت كده ما عملتش حاجه، ساعدتني على الفاضي. قوله ما لا يتصور، ما واقعة على شيء، سواء كان ذاتا كذات الله، او صفة كالقدرة، او معنى يعني. هذا هو الواجب. الواجب يا اما يكون ذات، يا اما يكون ايه صفة، مش كده؟ ذات يعني كذات الله، صفة كصفة العلم، ذات أو معنى، المعنى زي صفة العلم، صفة القدرة. هل يتصور في العقل عدم القدرة أو عدم الذات؟ لا. فإذا بيقول لك ما واقعة على شيء، هي معنى كلمة واقعة على شيء يعني نعم ما واقعة على شيء، يعني معناها يعني كان نشيل ما ممكن شيء. الواجب هو شيء لا يتصور في العقل عدم، فما واقعة على ايه؟ على شيء. سواء ما بين قوسين وشيء ماشي جميل. ايوه صح، ممكن كده تقول كده ما اللي هي ايه في التعريف يعني واقعة على شيء، سواء كان فقط ما واقعة على شيء، سواء كان ذاتا كذات الله تعالى، أو صفة كالقدرة، أو معنى ككونه تعالى قادرة. يعني الشيء ده ليه ثلاث أحوال، يا إما يكون ذات أو صفة أو معنى. ذات طبعا مفروض ما يقولش إيه كذات الله، لأنه
الكاف هنا الكاف بيقول لك ايه استقصائيه او الكاف للتشبيه مثلا، يعني لما يقول كذات كذات. طب هل هناك ذات اخرى واجبه الا ذات الله؟ فالمفروض يشيل كلمه كاف لانه ما فيش حاجه ثانيه، انما في الصفه تدخل. لما يقول مثلا كصفه كالقدره لانه في الاراده وفي العلم وفي، انما الذات ما فيش غير. فممكن ياتي ببعض الصفات ويقول ككذا اكتفاء بالمثال، لكن لما يقول كذات الله يبقى الاولى الكاف تتحذف لانه كذات الله. طب ويا ثاني لما نقول لك القدره تقول ايه والعلم والاراده كل ده لا يتصور، انما بالنسبه للذات كيف ادخل ولا يعتبر يعني حاجه كده مثلا نتسامح فيها. قول. والمراد بالتصور هنا التصديق. يعني في كلمه لا يتصور مش معناها اللي هو حصول الصوره في المنطق، لا، المراد بكلمه في التعريف ما لا يتصور يعني ما لا يقبل، يعني لا يصدق مش يتصور، لأن الواجب يتصور صورة في الذهن كده، يتصور عدم ممكن في الذهن، إنما عندما يتصور الذهن هذا المعنى يرفضه ولا يقبله. إذن فالمراد بكلمة لا يتصور يعني لا يصدق، يعني المراد بالتصور هنا التصديق. ما هو كده لا أقول كده. ولا شك أن القدرة مثلا لا يصدق العقل بعدمها وإن كان يتصوره لأجل الحكم عليه بالاستحالة. يعني مثلا أنا أتصور في ذهني عدم القدرة عشان أحكم على هذا التصور بالاستحالة، يبقى إذا يتصور ولا مش يتصور؟ لو خدنا كلمة يتصور على معناها الأصلي، إنما المراد بالتصور التصديق. وإن كان يتصوره لأجل الحكم عليه بالاستحالة في نحو قدرة الله عدمها. أي رأيك الشريك نفسه لله الإنسان يتصوره، أمال كيف يحكم عليه بالنفي؟ يعني أنت لو مش متصور إيه معنى الشريك كيف تنفيه؟ فلازم الشريك يعني إله آخر مع الله ويحيي ويميت، فعشان كده نحكم بس بعد يتصوره. اذا فليس المراد بالتصور لحصول الصورة، انما المراد به التصديق. نعم. فين ده؟ عليه على ايه؟ على عدم على عدم القدرة. خلاص، نحو قدرة الله في نحو قدرة الله عدمها مستحيل، وإطلاق التصور على التصديق لا ضرر فيه. يعني واحد يقول لك كيف يا أخي، دي مصطلحات تلعبوا كيف في المصطلحات، كيف تسمي التصور تصديق والتصديق تصورا؟ فراح كأنه شعر بهذا الإيراد فقال إطلاق التصور على التصديق لا ضرر فيه، يعني ما فيش ضرر، ما فيش مشكلة في أنك تطلق التصور على إيه يا شيخ؟ على التصديق. وإطلاق نعم؟ ده الكلام ده؟ ما هو بقول لك وإطلاق التصور، أنت بتسألني أنا ليه؟ هو لسه بيقول وإطلاق التصور على التصديق لا ضرر فيه، لأنه يطلق على مقابل التصديق اللي هو إيه؟ قول يا شيخ اسمك يا احمد. بقول لك التصور لما نطلق على التصور ضرر ليه؟ لانه يطلق على مقابل التصديق، ما هو في المنطق في تصور في تصديق، مش احنا بنسمي اللي بيقابل التصديق بنسمي ايه؟ وعلى ما هو اعم يعني مطلق الادراك. عارف الادراك معناه ايه؟ ما معنى الادراك؟ حصول صورة الشيء في الذهن. الادراك دي اعم، ادراك ايه؟ مفردا تصورا، ودرك نسبه برضه لادراك،
بتصديق رسم. يبقى إذن الإدراك يشملهما، يعني يشمل التصور والتصديق، لكن يرد حينئذ أنه من استعمال الكلي اللي هو إيه؟ ها؟ حرام عليك، التصور ده يعتبر كلي في جزئي. الجزء اللي تابع له إيه؟ التصور من غير إدراك النسبة والتصور مع إدراك النسبة. فيعتبر كلمة التصور ده من باب استعمال الكلي في بعض جزئياته بدون قرينة، وهذا غير سائغ في الحدود. ما ينفعش تحفظ البيت بتاع السلم لما قال ايه ولا تجوزا بلا قرينة. يبقى لازم لما يستعمل الكل في بعض جزئياته يبقى ده مش معنى حقيقي، فلا بد ان يكون معه ايه قرينة. واعلم انه قيل ان اريد بالكل نفس الجزء كان مجازا، يبقى فلا بد من قرينة معينة لذلك الجزء. وقيل ان استعمال الكل في الجزء حقيقة مطلقا، سواء استعمل فيه من حيث تحقق الكل في ذلك الجزء او اريد بالكل نفس الجزء، ويكون من استعمال المشترك المعنوي في فرد من افراده. قلنا المشترك اما ان يكون ايه مشترك اما لفظي اما ايه، وانتوا عارفين الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك الايه المعنوي. فما فيش مانع من استعمال المشترك المعنوي في فرد من افراده، ولا بد فيه من قرينة معينة يعني تعين هذا الفرد. ثم ان المراد بتصور العدم المنفي المصاحب لتحقق النقيض ايه في نقص في العبارة يا شيخ محمد؟ ثم إن المراد بتصور العدم المنفي يبقى هي كده يا مولانا. ثم إن المراد بتصور يعني بكلمة تصور العدم، وليست هي مضاف إليه، وإلا هيبقى لسه ما جاش إيه الجواب. وشوف كده، ثم إن المراد بتصور يعني بكلمة تصور، المراد بتصور العدم وليس الإيه العدم، حتى لو كانت مضاف إليه يبقى لسه الكلام ناقص. لا ثم إن المراد بتصور، وأقول لك لا يتصور عدم. المراد بتصور عدم، لا بكلمة ما لا يتصور. إيه المراد بعدم التصور؟ اللي هو العدم المنفي المصاحب لتحقق النقيض، هي معنى الكلام ده. يعني قلنا إيه الواجب مثلا زي ما مثل الذات الإلهي أو صفة القدرة، مش كده؟ فهو ليس المراد بالتصور اللي هو نفي القدرة، إنما عاوز إيه العدم المنفي مش المطلق، وإنما اللي هو متحقق نقيضه اللي هو العجز. يعني لا يتصور في الذات الإلهية أن ننفي عنها القدرة ونثبت لها النقيض اللي هو الإيه عجز. هذا هو المراد به، ليس أتصور أن القدرة منعدمة فقط، لما في الحالة دي لم أثبت النقيض. فالتصور العدم المنفي ده اللي هو المصاحب بعدم النقيض، بثبوت الايه؟ بتحقق النقيض، يعني بثبوت النقيض. ولا شك أن الصفات السلبية لا يصدق العقل بعدم، هنا واضح ده. ولا شك أن الصفات السلبية لا يصدق العقل بعدمها مع تحقق النقيض. يعني مثلا الوحدانية كيف واجب ولا مش واجب يا شيخ؟ واجب، لكن هي معدومة ولا
وهنا يبقى هي ايه واجبة ومع ذلك معدومة. وانت قلت الواجب لا يتصور في العقل عدمه، مع انه لا اتصور الوحدانية الا عدم لانه لا وجود له، لكن المراد تحقق النقيض عدم الوحدانية يعني بتحقق التعدد. وضحت لسه؟ ها خلاص اقرا. ده عشان ده على القول بثبوت الاحوال ده، يعني هو عاوز يقول لك لا يتصور عدمه، يعني معناها لا يتصور الا وجوده. طيب كيف تجعل الصفات السلبيه واجبه مع انها عدميه والعقل لا يتصورها الا معدومه؟ فنقول له ان المراد بالعدم اللي هو ايه يتحقق نقيضه. والامير شرح الكلام ده احنا شرحناه كثيرا لكنكم تنسوا. يلا يا شيخ. ولا شك ان الصفات السلبيه لا يصدق العقل بعدمها، يعني عاوز اقول لك العقل يصدق بعدمها لانه هي معدومه، لكن لا يصدق بعدمها مع تحقق النقيض. هي معدومه ولكن اذا تحقق النقيض هنا الاشكال. نقيض يعني نقيض الوحدانية التعدد، فأنا أصدق بأن الوحدانية صفة واجبة وهي عدم، كيف وهو الواجب لا يتصور عدمه؟ يعني معناها معنى لا يتصور عدمه ليس معناه أنه لا يكون إلا موجودا، يعني معناها لا نحقق النقيض، يعني عدمه يعني معناه مش وجوده، عدم إثبات نقيضه. وكذا يقال في الصفات المعنوية اللي هو على القول بإيه بثبوت الأحوال. وقوله هنا السؤال اللي أنت سألته عليه، لا يتصور في العقل عدمه، يبقى عدمه نائب فاعل مش كده؟ لما نعربها كده، ما لا يتصور في العقل عدمه نائب فاعل، إن قرئ بالبناء للمجهول يبقى كلمة عدمه يبقى يتصور ده فعل مضارع مش كده؟ ضم أوله إيه؟ وفتح ما قبل آخره، يبقى مبني إيه ده؟ مبني للمجهول ده، وعدمه يبقى إيه؟ لا إفعال، زي ما أقول كده يضرب، مش هقول زيدا، يضرب إيه؟ زيدا. أو فاعله إن قرئ بالبناء للفاعل بمعنى يمكن، يبقى عدمه نعربها حاجتين، نعربها نائب فاعل إذا قرأنا يتصور بضم أوله وفتح ما قبل آخره بالبناء للمجهول، ونعربها نفسها فاعل مش نائب فاعل. إن قرئ يتصور يبقى معناها ما لا يمكن، يبقى عدم في الحالة دي هتبقى فاعل، وحيبقى معنى يتصور مش يصدق معناها يمكن، يعني ما لا يمكن في العقل عدمه، فتصبح عدمه فاعل والفعل هو ايه يتصور، يعني يمكن، يعني كأنك قلت الواجب ما لا يتصور في العقل يعني ما لا يمكن في العقل، فتصبح تصور شيل كلمة يتصور خليها ايه يمكن، فتصبح عدمه فاعل. اما اذا جعلناها يتصور فتصبح عدم نائب فاعل. وضحت يا شيخ محمد؟ الله يفتح. وعلى الثاني لا حاجة لقوله في العقل لأن الواجب لا يمكن. ما هو الثاني يا مشايخ؟ ها؟ ما لا يتصور، يعني حقول كده ما لا يمكن عدمه، وما فيش داعي على الثاني أقول إيه؟ ها؟ أقول في العقل، إنما على الأول لازم أقول في العقل. ليه يا شيخ محمود؟ ليه؟
لأنه البناء من كلمة وتصرف يحتاج إلى ذهن، إنما الإمكان لا يحتاج إلى ذهن، هو في عقل، ما فيش عقل وما يكونش لا يمكن يكون معدوم. يبقى على الأول، لو قلت لو أنت أصريت على أن تقرأها بالبناء للمجهول لازم تحط كلمة في العقل غضبت عنك. لو عاوز تقرأها بالبناء للفاعل تقول ما لا يتصور عدمه، ما تحطش في العقل، ما لاش لازم. ليه؟ قال لك لا حاجة لقوله في العقل، لأن الواجب لا يمكن عدمه. وجد عقل أم لا؟ صح؟ طيب، يبقى احنا عندنا فيما لا يتصور او ما لا يتصور يصح بالبناء لما لم يسمى فاعله، من تصورت الشيء ادركته. يبقى هنا ايه يتصور؟ ده من ايه؟ من الادراك اللي هو حصول الصورة في الذهن، ومبنيا للفاعل من تصور الشيء صار ذا صورة. فعلى الأول يكون المعنى الواجب لا يتصور، لا يتص على الأول. فهمنا نائب فاعل. أفرض واحد سألك هات لي الفاعل، مش عاوز النائب، أنا عاوز الفاعل نفسه. تقول لي ما لا يتصور في العقل عدم، يبقى كده أشيل الحرف الجر، يعني الذي لا يتصور عدمه هو العقل. فلما قلت يتصور يبقى ايه؟ يبقى على الاول كده يكون ايه المعنى؟ ما الواجب لا يتصور العقل عدمه. فلما خلناها يتصور جبنا فيه اللي احنا قلنا ايه؟ عدم، يعني لا يقبله. وعلى الثاني ماشي حاضر، وعلى الثاني هو الذي لا يتصور عدمه عند العقل، أي لا يمكن، لا يتصور عدمه عند العقل يعني لا يمكن، هو أقرب وأسلم من التكلف. هقول لك أنا بعد الصلاة محتاج دقائق كده نكمل بس ايه التعريف. مين هيأذن؟ انت بتعرف تأذن؟ أذن هنا طيب بس يعني كده بس مش متصورين.
بعد كده كله أدرك يحصل دون حد من سواد. هو بتوع المسكين سلاح الوكيل دون عمليه المجد عمليه ضرب كيف سبحان الله واقف وزير كيف عمر سليمان جمال واقف وزير رجل ورا عمر سليمان الصلاة الخطبة في الماضي الخطبة مش صليت هناك ولا صليت ما حصلوش في المقطوعة ما حصلش كان خمس دقيقة خدمة بالظبط خمس دقايق بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلون رجلا عن يقول رضي الله ما قالش وقد جاء في المؤمنات مقدسة أو زي ما قلتش ولا كده والله شو فتحت طب ما قد جاء في فين المؤمنات مقدسة مش على سبيل القرآن لازم تبدو فيها آية قرآنية أنا مش عارف دور عنه أسأل سمح أنت تقول أشياء دي أنا إيش لازم الصوت بيضع دي الله صلى الله عليه وسلم من القلاه تصور الشيء
مش تصور الشيء، تصور الشيء يعني أصبح الشيء له صورة، فهذا معناها على البناء للفاعل. ما معنى تصور الشيء؟ يعني أصبح الشيء له صورة، بيجي مصور يعني. أما إذا قرأت بالبناء لما لم يسمى فاعل يعني ما لا يتصور، فتكون من تصورت الشيء أي أدركته. فهمنا الآن المعنيين، وهذا على الإيه؟ على الأول. يكون معنى العبارة أن ما لا يتصور يعني الواجب لا يتصور العقل عدمه. لو حبينا نفكها تكون معناها كده على الإيه؟ على قراءتها بالبناء للمجهول. فيكون المعنى الواجب ما لا يتصور، أو الواجب لا يتصور العقل عدمه أي لا يقبله. هذا على الإيه؟ على الأول. أما على الثاني فيكون المعنى الواجب هو الذي لا يتصور، لا يتصور عدمه، يعني لا يكون عدمه له صورة في العقل. الواجب هو الذي لا يتصور عدمه عند العقل أي لا يمكن. يبقى إذن ما المعنى على إيه؟ على على قراءتها إيه؟ لما نقول ما لا يتصور يعني إيه؟ يعني حكم المعنى الواجب ده لا يتصور العقل عدمه، يعني العقل لا يقبل عدمه. ويكون من إيه؟ من تصورت الشيء يعني أدركته. فبعد أن أدركته خلاص لا أقبل أن يكون عدما. هذا هو المعنى الأول. أما على قراءتها هكذا الواجب ما لا يتصور عدمه، وقلنا ما في داعي نقول إيه في العقل، لأن الواجب لا يتصور عدمه أو لا يتصور بمعنى لا يمكن عدمه سواء وجد عقل أم لم يوجد، فلا داعي من إيه لإضافة إيه كلمة العقل إذا قرأناها بالبناء للفاعل. ما لا يتصور عدمه أي ما لا يكون إيه أي ما لا يمكن عدمه، لا يمكن عدمه يعني لا يكون إيه معدوم، لا يمكن أن يكون إيه معدوم. وهو أقرب وأسلم من التكلف. خلاص كده. لكن الأول اللي هو إيه ما لا يتصور، الأول هو الظاهر من تقرير المؤلف في غير هذا الكتاب، يعني المؤلف نفسه في غير الكتاب ده أفادنا أنه أراد الأول، أو في كلامه أن الظاهر من عبارته اللي هو التعبير الشائع اللي هو إيه ما لا يتصور. خلاص كده ده إيه الشائع أو الظاهر. حيث نفى المؤلف التصور وأراد نفي قبول التصور، إذ مجرد التصور لا يصح نفيه. فهمتم؟ مجرد التصور لا يصح نفيه، إنما الذي يصح نفيه هو قبول إيه هذا إيه هذا. أما التصور نفسه لا بد منه حتى يحكم بقبوله أو بإيه أو بنفيه. فإن عدم الواجب يتصور لأن المحالات تتصور، وإذا حقق هذا القبول الذي أريد بالتصور، يعني
قلنا ما معنى يتصور؟ يعني لا العقل لا يقبله، مش كده؟ فإذا حققنا كلمة لا يقبله اللي هو أردنا لما قلنا تصور أردنا به إيه؟ القبول. فإذا حقق هذا القبول الذي أريد بالتصور وجد تصديقا لا تصورا، يعني عند التحقيق نجده إيه؟ تصديق وليس إيه؟ تصور. إذ المعنى أن الواجب هو الذي لا يقبل العقل وقوع عدمه ولا يصدق به ولا يثبته. إذن فكلمة التصور قد تطلق على ما يعم إدراك المفرد وإدراك النسبة. إذن كلمة التصور أعم من كلمة التصديق، كلمة التصور أعم من كلمة التصديق، ولذلك نقول كده كل تصديق فيه تصور، ولا بد أن يكون التصديق مركبا من تصورات أو هو تصور مع حكم. يبقى كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا. ليه؟ لأن التصور فيه فردين اللي هو إيه؟ تصور بدون إدراك النسبة وتصور مع حصول النسبة الذي هو يسمى إيه؟ تصديق. والمراد به الثاني، يعني المراد بالتصور الإيه؟ أكثر. يبقى التصور قد يطلق على ما يعم إدراك المفرد وإدراك النسبة. ولذلك ده يرجعنا لكلام الشيخ السنوسي نفسه في المقدمات لعلكم تذكرون عندما شرح لنا الحكم في أول المقدمات أو في المقدمة الأولى ماذا قال عن الحكم؟ يقول إيه؟ الحكم هو إيه؟ تعرف الحكم؟ إثبات الحكم، إطلاق الحكم، إثبات أمر لأمر أو نفيه، يعني عن إيه؟ إثبات أمر يعني أمر آخر أو نفيه يعني نفي أمر عن أمر آخر. إذن فهذا التعريف اللي هو تعريف الحكم يطلق على إيه؟ لا يقول إثبات أمر لأمر أو نفيه. الحكم يطلق على التصديق، لكن التصور يدخل فيه أو لا؟ ولذلك قال كده وكل عندما قسم عندما شرح الحكم عرف الحكم قال إثبات أمر لأمر أو وينقسم إلى ثمانية. وبعد كده لما قسم الثلاثة والشرعي والعادي والعقلي ضربوا الثمانية في ثلاثة فخرجت كام؟ 24 قسما. ليه؟ لأنه قال الحكم ده لو إدراك إثبات أمر أو نفيه قال وينقسم إلى تصور وتصديق وضروري ونظري وإثباتي ونفي وذاتي وعرض. كم دولة؟ 8. جهاء في هذه الحالة جعل التصور والتصديق داخلين في الحكم. ليه؟ لأن قلنا التصور يطلق على ما يعم إدراك المفرد وإدراك إيه؟ إدراك النسبة. والمراد هنا النقطة المهمة اللي يمكن وقفت معاكم كنتوا ركزوا فيها بس دقائق معدودة وبعد كده كونوا فيها من الزاهدين. ما المراد بعدم الواجب في التعريف المذكور؟ ليس المراد بعدم الواجب في التعريف المذكور نفي وجوده، هنا أحدث اللبس. ما المراد؟ احنا قلنا العدم يقابله ليه؟ لما نقوله الواجب ما لا يتصور في العقل ايه؟ يبقى إذن ايه المعنى؟ حيصدق المعنى بقولنا ما لا يتصور في العقل إلا وجوده. فهل يمكن أن يستبدل هذه العبارة الثانية لو قال مثلا
الواجب ما لا يتصور في العقل إلا وجوده. هل تنفع مكان ما لا يتصور في العقل عدمه؟ في الظاهر تنفع، وإذا كان لا يتصور عدمه إذن فله الواجب في الذهن صورة واحدة ليه؟ الوجود فقط، لأن عدمه غير متصور. واضح كده؟ مرة أنا كنت بسمع واحد يتكلم في السيرة النبوية، فلما النبي صلى الله عليه وسلم استشهد وأخذ شهادة من قومه على صدقه وقال لو أخبرتكم بأن خيلا تغير عليكم من بطن الوادي أكنتم إيه؟ أكنتم مصدقين؟ رح قالوا إيه؟ ما جربنا عليك إيه؟ كذبا. في بعض الروايات فيها كده، ما جربنا عليك إلا صدقا. هل العبارتين زي اللي احنا عندنا دلوقتي، هل ينفع ممكن لو انا بدلت حبيت يعني اطور او اجدد الخطاب الديني كده واطور في علم الكلام وراح اقول كده الواجب ما لا يتصور في العقل الا وجوده، ده انا اصبحت من المجددين. الى الان ما فيش حد فاهم ايه معنى تجديد الخطاب الديني، حتى الذين ينادون بالتجديد مش عارفين ايه المراد بالتجديد، ايه المراد بالتجديد خلال ما لا يتصور في العقل. يبقى اذا ليس المراد بعدم الواجب المذكور في التعريف هو نفيه، يعني عدم المحض، يعني عدم وجوده، انما المراد نفيه بصدق نقيضه لا العدم المقابل للوجود. يعني هو ما أراد بكلمة العدم المقابل للوجود، وإلا لصحت العبارة الثانية وهي الواجب ما لا إيه؟ ما لا يتصور إلا وجوده، هو ما أرادها، وإنما أراد بعدمه يعني العدم عندما يوجد نقيض، بمعنى عدم القدرة يعني ثبوت العجز، وعدم الوحدانية يعني التعدد. فلو أنه ثبت النقيض يبقى معناها كده تصور في العقل عدم الواجب. ليه قلنا هذا التفسير؟ لأن من الصفات الواجبة ما هو عدمي اللي هو الصفات السلبية، ومنها ما هو لا وجودي ولا عدمي اللي هو الصفات الايه؟ المعنوية، لمن يقول بايه؟ بالأحوال. يبقى إذا ليس المراد بقوله في تعريف الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه أو ما لا يتصور عدمه، لم يرد العدم المقابل ايه؟ للوجود، وإنما أراد عدمه بإيه؟ بصدق نقيضه، بمعنى أن القدرة واجبة لا يتصور في العقل عدمها، أي لا يتصور في العقل ثبوت العجز بدلا عنها. بس الأحلى أننا لا نأتي بإيه؟ بمثال أو بأمثلة في صفات المعاني ليه؟ لأنه فعلا بالنسبة للقدرة مثلا أو الإرادة لا يتصور العقل عدمها حتى بعدم إثبات نقيضها، يعني العقل مثلا يثبت الإرادة ولا ينفيها، مش معناها لا ينفيها بمعنى بثبوت نقيضها، لا، ده هو أصلا لا يتصور عدمها بمعنى عدم وجودها. يمشي في إيه؟ في الصفات المعاني، لأنها صفات وجودية فلا بد أن تكون موجودة. إنما لما نقول الوحدانية واجبة أو القيام بالنفس واجب أو صفة الوجود نفسها واجبة، ثم نقول هي ليست وجودية كيف وهو قال ما لا يتصور عدم، فمعناها لازم يكون موجود. لا، أنا لا أريد بالعدم نفي الوجود، وإنما أريد بالعدم ثبوت النقيض، يعني لا يتصور الله إلا أن يكون واحدا، لا يتصور أن يكون له شريك، ولا يتصور أن يكون غير قائم بنفسه، ولا يتصور أن يكون موافقا أو مشابها للحوادث،
ولا يتصور أن يكون حادثا. يعني معناها إيه؟ القدم ده صفة واجبة لله، كيف لا يتصور عدمها مع أنها هي ليست وجودية؟ يعني معناها لا يتصور أن يكون تعالى حادثا، معنى كلمة عدمه يعني تصدق بإيه؟ كلمة عدم بإيه؟ بصدق النقيض. لو صدق النقيض يبقى معناها تصور لا العدم المقابل لإيه؟ للوجود. خلصنا كده الكلام في الواجب، نقرأ اللي في الحاشية وخلاص. نعم. ما هي النقطة المهمة نطول فيها، مفيش مشاكل، حتى لو ما فهمناش غيرها أحسن ما نطلع كده زي ما دخلنا. ما أنا قلت لك أنت بتقول لي لا يتصور في العقل عدمه، يعني معنى كده الوحدانية واجبة وموجودة، تقول ما ينفعش تكون معدومة، تقول يا ابني ما ينفعش تكون معدومة بإثبات نقيضها وليس بوجودها. مفهوم القصة؟ أنت مش عارف تفهم وقتها إلا لما ترفع عنه الضغط. لا هو المعنى هل يختلف المعنى لو احنا مثلا قلنا مثلا ما احنا لينا ساعة ونقول في الكلام ده كده بقول انا يعني بقول لك يعني ليس كلمة عدم مقابلة للوجود، وإنما هو المراد بعدمه يعني صدق نقيضه. فتقول كده الوحدانية صفة واجبة وهي معدومة، كيف والواجب لا يتصور؟ فتقول المراد بعدم تصور العدم يعني إثبات نقيض الوحدانية اللي هو التعبد. ففي هذه الحالة لو ثبت نقيضها فهي معدومة، فليس المراد بعدمها يعني وجودها، ولكن المراد بعدمها يعني صدق نقيضها. فإذا صدق نقيضه إذن فتكون إيه؟ تصور عدمه. واضح كده؟ يلا عندك حاجة ثانية يا سي الشيخ؟ قوله إما بالضرورة أي يعني هو هنا بيقسم يا مشايخ، بيقسم الواجب خلاص على التعريف انتهينا منه ولا لسه؟ التعريف خلص. طيب ايه اللي باقي؟ باقي التقسيم، يعني الواجب ده اللي هو ما لا يتصور عدمه يعني ما يمكنش عدمه يعني باثبات نقيضه على قسمين ضروري وايه؟ اذا قال اما بالضروره، اما بالضروره كالتحين من الجوهر اي بداهه العقل فلا يتوقف على نظر واستدلال. هو بيقول اما بالضروره، كلمه ما معنى الضروره؟ يعني بداهه العقل، يعني ما يقول لك هو يعرف بايه؟ ببداهه العقل، يعني لا يتوقف على نظر واستدلال. يعني ده اللي هو الضروري هو المعروف ببداهة العقول فليس متوقفا على دليل. والباء، الباء فين؟ والباء في قوله بالضرورة. الباء دي للملابسة، يعني ايه للملابس؟ اي متلبس بالضرورة، يعني الضرورة ملابسة مصاحبة له. هل يجوز لنا أن نقول الواجب ما لا يتصور في العقل نقيضه؟ تقول إيه؟ الواجب ما لا يتصور في العقل نقيضه؟ لا، ما كده معناها النقيضان تقول كده لا يجتمعان ولا إيه؟ ولا يرتفعان. فهنا الوجود والعدم الاثنين مرتفعين، ما قلنا إثبات واحد بس، إثبات النقيض. هم النقيضين يا اما ينتفوا مع بعض ما يثبتوش مع بعض، اثبات واحد. لا في اللغه معنى اللغه، انما في المصطلح التصور تصور والتصديق تصديق. يعني ايه معنى التصور في المنطق؟ ادراك مفرد، اما ادراك النسبه والتصديق مختلف. هذا التصديق ده بسيط ولا مركب؟ ده موضوع ثاني. قد بقول قسيمه في الاصطلاح،
قسيمه في الاصطلاح، والتصديق قسم منه في اللغة. معنى يقول لك هنا ايه؟ اعم الجيش من الحشتين، يعني في المعنى الاصطلاحي ده قسمه ده قسم، اما في المعنى اللغوي الثاني قسم منه. يلا. قوله كالتحيز هو اخذ الجوهر قدرا من الفراغ. عرفتوا ايه معنى التحيز؟ في ايه معنى الحيز والتحيز والمتحيز؟ فاكرينه؟ نعم، قلناها هناك في الشيخ صالح. الفرق بين التحيز والحيز والمتحيز. قوله وجوده في قوله واما بالنظر كوجوده تعالى، اي تفقه. اما بالنظر يعني اما بالضروره واما بالنظر. لا هنا لا، كوجوده كوجود ولا اما بالنظر كوجوده تعالى. لا يقول قوله وجوده. وجوده؟ اه ما قالش كوجوده. اه. دي غير دي. اللي بعدها ايه؟ لا يبقى كده خلاص. يبقى كده وقفنا فين المولانا عندي كلمة ايه؟ لا هو التحيض هو اخذ الجوهر قدرا من الحاشية، مش حد هنا؟ كده خلاص انتهى الكلام في الواجب، ولا طاقة لنا على الدخول في المستحيل، فيستحيل أن ندخل في المستحيل، والاستحالة إيه؟ عادية وليست عقلية. والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على كلما ذكرك الذاكرون وضحك عن ذكر